استاذ احمد خير، عايزين نعرف بس موقف المدارس اليابانيه ايه. خلاص احنا قدامنا 20 يوم على بدء الدراسه، عايزين نعرف موقف المدارس اليابانيه ايه فيما يتعلق بنتيجه الطلاب اللي هيتم قبولهم وعدد المدارس اللي هتدخل الخدمه واسباب تخفيض نسبه المدارس او عدد المدارس من 45 ل 34 في المدرسه فقط. خلينا نبدا من نهايه سؤالك وهو تخفيض عدد المدارس. هو مش تخفيض، هو احنا زي ما احنا قلنا قبل كده ان في جهات بتساعد وزاره التربيه والتعليم في بناء المدارس. هو الهدف طبعا من المشروع هو بناء 100 مدرسه. كل شويه بنعلن عن عدد المدارس اللي خلصت، فبالفعل خلاص يعني جت فتره كان خلص 40 مدرسه ولكن لسه ما تمش تجهيزهم بالكامل، وبعدين حاولنا نوصلهم ل 45. طبعا هيئه الابناء بالتوافق مع بعض الجهات بتساعد في بناء المدرسه، فان شاء الله هيخش الخدمه باذن الله 22/9 34 مدرسه. ده مش معناه ان هم دول اخر 34 مدرسه، المشروع هيستكمل ان شاء الله وصولا لل 100 مدرسه. المواقع متحدده، الناس شغاله على قدم وساق انها تخلص ال 100 مدرسه كلهم، ولكن طبعا بنسابق الزمن في ده. عايزين ناكد كمان ان لسه حتى القرض الياباني لبناء المدارس او المشروع الياباني لسه ما تمش الانتهاء منه، لسه في مجلس النواب. كل ده الدوله متحمله تكلفته، فال 34 مدرسه بتكلفه مليارات، بس تبقى موازنات بتتوفر عشان نقدر نخش في العدد المطلوب هو ال 100 مدرسه. فاتباعا ان شاء الله من بعد 22/9 هنقدر نقول عدد المدارس اللي هيفتح. ده بالنسبه للمدارس نفسها. بالنسبه للدخول ان شاء الله خلال الايام القادمه باذن الله هيتم الاعلان عن تم قبولهم في المدارس اليابانيه. مش هقدر اقول لك رقم محدد، لان طبعا ده بيبقى وفقا لموقع الكتروني وبيختار الطلاب الكترونيا وفقا للمربع السكني وفقا للسن تدريجيا بالنزول من سواء كي جي 1 او كي جي 2 او اولى ابتدائي. فاللي هيختار الموقع هو ده الرقم اللي هيتم اعلانه، ما بيدخلش فيها اي عنصر بشري خالص، وكان اولياء الامور عارفين ده وتابعوا من خلال دخول البيانات، عارفين ده مش هيدخل فيه عنصر بشري ولا احمد هيتدخل ولا اي حد هيتدخل. فتم هيتم ان شاء الله اعلان الرقم باذن الله في الايام القادمه ان شاء الله. طب هل بالنسبه للعدد هل هيتم عقد اختبارات انترفيو او انترفيو مقابلات انترفيو للاطفال في المدارس بعد قبولهم؟ لا يعني خلاص، هو بعد الموقع الرسمي الانترفيوهات دي مش تبقى اكتر بس من توفير الاوراق بقى المطلوبه ان شاء الله للدخول المدرسه. الاجراءات التقديم العاديه مش هيبقى انترفيو اللي توافق عليه او ما توافقش عليه، بس هيبقى في انترفيو او ما عليه الامر عشان يوفر الاوراق كانك بتقدم في اي مدرسه، عشان التقديم الالكتروني بيختار بس بيه الطالب وفقا للمربع السكني وفقا للسن، ولكن بعد كده طبعا ولي الامر هيروح مع الطالب عشان يوفر بقى الاوراق والاجراءات لدخول المدرسه ان شاء الله. طب هل المدارس دي بتقبل الطلبه اللي هم ذوي الاعاقه؟ ليه في نسبه في البلد كلها كمان، احنا في عام ذوي الاحتياجات الخاصه، ويمكن ده بدايه لرعايه ذوي الاحتياجات الخاصه مش بس في وزاره التربيه والتعليم، يمكن في كل الوزارات. وزاره التربيه والتعليم هي محدده النسب كمان للدخول ان شاء الله لذوي الاحتياجات الخاصه، توفير الامكانيات اللازمه كمان داخل المدارس ليهم سواء في الفصول في الادوار السفليه عشان ما يبقاش فيه مشاكل بالنسبه مثلا ذوي الاحتياجات عندهم مشاكل في الاعاقه في الرجل او الكلام ده كله، اضافه طبعا لتوفير عدد من المدرسين اللي هيتعاملوا مع ذوي الاحتياجات الخاصه، ولكن بنسبه طبعا وفقا لقرار 212 ان هيكون نسبه ال 10% ما تزيدش عن نسبه الدم كمان اللي احنا بنقصدها. فالدم لما عملناه في قرار كان على كل مدارس الجمهوريه، على 55000 مدرسه مش على مدارس بنوعيه واحده. اخر حاجه، نتيجه المعلمين هتظهر امتى؟ برضه المدارس اليابانيه نتيجه المعلمين خلاص يمكن ان شاء الله برضه في الايام اللي جايه باذن الله، وهم هيخشوا في الدوره التدريبيه سريعا كده عشان يتدربوا على نظام التوكاتسو اللي بقى الثاني للناس. المدارس اليابانيه مش مبنى، المدارس اليابانيه مش اكتر من نظام التوكاتسو، هيدرسوا كل المناهج بالنسبه لنفس المدارس العاديه، ولكن هيزيد عليها نظام التوكاتسو اللي شرحناه اكتر من شكرا.